ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على النصائح الخاصة ببرج الجوزاء في شهر يناير لسنة 2020. برج الجوزاء احنا عندنا نصائح كتير مهمة جدا جدا في خلال شهر يناير، لكن للناس اللي ما سمعتش التوقعات احنا عندنا شهر مميز جدا وشهر رائع جدا فيه ايجابية كتيرة. النصائح اللي هنقولها هي خاصة بان نتجنب العراقيل، نتجنب الحاجات اللي هي المشاكل او المساوئ اللي احنا ممكن نمر بيها او نقع فيها. أول نصيحة عايزة أقولها لبرج الجوزاء، حاول يا برج الجوزاء لما تيجي تستشير حد، تسأل حاجة أنت تايه فيها، تسأل حاجة أنت مش عارفها، محتاج إجابة، يعني محتاج حد يدلك، محتاج دليل. ابدأ أن أنت استشير أو اسأل الأشخاص اللي هم بيفهموا في الحاجة اللي انت بتسأل فيها. يعني ما تروحش تسأل اصدقائك، ما تسألش واحد مش عارف مين، يعني ما تسألش حد لان انت مش ضامن الشخص اللي قدامك، مش عارف هو هيكون فاهم ولا لا، ولا هيفتي عليك، ولا في نفس الوقت ان هو الشخص ده هيحبك وهيقولك الحقيقة، هيديلك الإجابة الصحيحة، ولا هيقولك الحاجة اللي تتوهك وتضيعك وتخليك ان انت مشتت اكتر. فخلي بالك جدا جدا من استشارتك او سؤالك للشخص، انه ممكن يكون الشخص الغلط، وده برج الجوزاء مش بيعرف يفكر فيها بشكل صحيح. يعني دايما بنروح نسأل الشخص اللي هيبقى الشخص الغلط، دايما بنسأله. فدي حاجة موجودة في برج الجوزاء عامة. طيب في حاجة تانية برضو مهمة جدا لبرج الجوزاء. برج الجوزاء احنا عندنا إيجابية وعندنا حظوظ، لو احنا عرفنا نستغل الإيجابية والحظوظ الخاصة بشهر يناير هنبقى عندنا يعني حاجة كويسة جدا، هنقدر ان احنا نحصل على اللي احنا عايزينه، هنقدر نوصل للي احنا عايزينه. بس نستغل فكرة الحظ والإيجابية، نستغلهم ازاي؟ نستغلهم بان احنا يكون عندنا اما اشوف فرصة او اشوف حاجة ابدأ اني انا احاول على قد ما اقدر اني انا اجذبها ليا، يبقى عندي جهد، يعني يكون عندي دايما مجهود، عندي تركيز، تركيز اني انا اعرف اطلع الايجابية، اعرف ابقى مركز، عارف فين الحظ بتاعي، ايه الطريق اللي هيكون اخره ايجابي، طريق اخره حظ ليا. لازم يبقى عندي الادراك اكتر، التركيز اكتر، عندي الرؤية المستقبلية، وده لازم. الرؤية المستقبلية دي عند برج الجوزاء، لا برج الجوزاء يعني شوية بيبقى متسرع او متهور، بيكون عنده فكرة ان هو مش ما عندوش فكرة النظرة طويلة الامد او النظرة المستقبلية، بسبب دايما ان هو بيكون متسرع، بيحكم بشكل سريع، ما عندهوش صبر، يعني ما بيصبرش. فدايما ده بيكون مشكلة لبرج الجوزاء، انه دايما ما بيشوفش اخر الطريق ايه، وابدأ ان انا احكم من نظرتي لاخر الطريق ده هو ايجابي ولا سلبي، دايما بتسرع في اول الطريق، وده برج الجوزاء معترف بيه جدا. كمان احنا عندنا الفترة اللي جاية عندنا ايجابية وحظوظ، زي ما قلت عندنا ايجابية وحظوظ بشكل رائع جدا، زائد ان احنا هنكون واعيين اكتر، يعني عندنا وعي، عندنا ادراك اكتر، عندنا احساس بالمسؤولية، لان احنا عندنا مسؤوليات كتيرة جدا جدا في شهر يناير وضغوط، ولكن هي الحاجات دي هتساعدنا وتخلينا احنا لما بنكون موجودين تحت ضغط بنبقى اقوى، فده هيساعدنا جدا. فنستغل ده، نستغل ده ازاي؟ ونستغل الطاقة الإيجابية ونستغل الحظوظ ازاي؟ بالمجهود الزيادة، يعني ابدأ اني انا يكون عندي جهد زيادة، ابقى عندي سعي اكتر، ابقى عندي اني انا افكر بشكل كويس، اني انا اكون عندي مجهود لان انا اوصل لطموحي، اوصل للي انا عايزه، عندي مجهود اذاكر اكتر. بالنسبة للناس اللي في ايام الامتحانات، اللي داخلين على ايام امتحانات يعني، وده طبعا لسه انا خلصت ايام الامتحانات فنسيت شوية الكلام ده، ان داخلين على ايام امتحانات، ف ده برضو بيسبب لنا توتر، بيسبب لنا بعض الحاجات اللي زي كده. لا احنا عايزين مجهود وعايزين نبعد عن التوتر. انا هبقى اعمل فيديو قريب لزيادة التركيز بالأعشاب وبمجموعة من الزيوت، احنا هنعرف نجيبها، يعني الزيوت دي هتكون موجودة جدا جدا، وحاجات هتبقى في متناول ان احنا نعرف نجيبها من اي مكان وفي اي دولة موجودة. هتكلم على ده قريب جدا، ده في مجال اساس دراستي.
فانا هتكلم على الموضوع ده قريب جدا، ايه اللي يساعدنا من خلال الطب البديل في ان احنا يكون عندنا ادراك اكتر، تركيز اكتر، وعي اكتر، لان احنا كبرج الجوزاء، وطبعا انا زيكم برج الميزان ولاد خالة يعني، فاللي هو ممكن ننام طول السنة ونقوم نفتكر ايه ده عندنا امتحانات يلا نذاكر، فبيبقى عندنا ضغوط جدا وبنبقى متشائمين شوية، حاجات من النوعية دي عندنا كتيرة. فلازم ان احنا نكون عندنا سعي اكتر، مجهود اكتر، هنقرص على نفسنا شوية، هنضغط على نفسنا شوية عشان نوصل للإيجابية اللي احنا عايزينها. في موضوع تاني عايزة اتكلم فيه، ان احنا يكون عندنا ثقة في النفس، يعني نكون واثقين في نفسنا جدا ان احنا هنقدر، ان احنا هنعدي، ان احنا نقول لنفسنا دايما انا هنجح، انا هوصل، انا هقدر، انا حد، مفيش مني اتنين. دايما ادي الايجابيه لنفسي واشحن نفسي بالطاقه الايجابيه، وانت قادر جدا يا برج الجوزاء على ده، انت قادر جدا جدا على فعل المستحيل. مش هتقدر ان انت تشحن نفسك بطاقه ايجابيه؟ اكيد هتقدر. فخلينا ان احنا نبعد عن التشاؤم، نبعد عن الزعل، نبعد عن النكد، عن الهم، نخلينا نفكر في الايجابيه والحظ، ونستغل البدايه الرائعه المميزه اللي موجوده في يناير، نستغل الحاجات الكتير جدا فاتنا كتير، لا نستغل بقى اللي جاي، يعني نستغل الحاجات اللي جاية. اقنع نفسك بده جدا وانت هتقدر انك تنجح بشكل رائع. برج الجوزاء انت لما بتتحط في مسؤولية او ضغوط بتبقى ناجح وهايل جدا جدا، فانت قادر على ده. كمان كون هادي، يعني خلينا دايما نكون هاديين، وده اللي هتكلم عنه برضو في ان انا اتكلم على الاعشاب اللي هتخلينا نكون هاديين اكتر، نبعد عن الضغوط، الحاجات اللي زي كده. كمان هتكلم عامة، يعني لما نيجي للفيديو ده نبقى نتكلم فيه، انت المفروض ان احنا نلتزم الهدوء، نبعد عن التوتر، نبعد عن التشتت، عن المواقف الماضي، الحاجات اللي فاتت اللي بتضايقني، اللي زعلتني، المشكلة العاطفية اللي كانت، كل الحاجات الماضي نبعد عنه، احنا عايزين نفكر في الجديد وبس. فاول حاجة ان احنا نكون هاديين، نبعد عن التوتر، نكون واثقين في نفسنا يا برج الجوزاء، نكون عندنا جهد زيادة، نقسم وقتنا بان احنا انا يوم كذا هعمل كذا، وهعمل اعمل جدول لنفسي، هجدول نفسي وفي الاخر امشي على الجدول ده، وهبقى غصب عني، يعني اغصب نفسي ان انا همشي على الجدول ده، وده هيساعدك جدا على النجاح، وان انت تكون قادر بعد كده ان انت تقسم وقتك في حاجات كتيره، وهيكون عندك بدايه نجاح موفقه لو انت عملت جدوله لنفسك والجدوله لحياتك عامه. كمان يا برج الجوزاء الوضع العاطفي، الوضع العاطفي في بعض الشكوك اللي موجودة عندك انت يا جوزاء، سواء رجل او امرأة عندكم شكوك، ممكن يكون الشريك بيضغط عليك عشان لمصلحتك، يمكن في موقف انت بتمر بيه خاص بالماضي، انت بتحاول تصلح مشكلة في الماضي حصلت، انت بقى عندك وعي اكتر انك تفكر، انك تركز، انك تعالج مشكلة حصلت في الماضي. الشريك ممكن يكون بيضغط عليك شوية، ممكن يكون قاسي عليك شوية، انت يكون عندك شكوك ان الشريك بيقل منك، بيستقل بيك، ان هو هيبعد عنك، حاجات من النوعية دي، عندك شكوك قوية. الحاجات الشكوك دي هتخلي عندك إثارة للمشاكل كبيرة جدا. خلينا نبعد عن الشكوك والغيرة وإثارة المشاكل وكل الحاجات دي، لأن هي وهم. يمكن الضغوط اللي موجودة علينا مأثرة علينا، بس الوضع العاطفي لو اتلخبط عندنا هيأثر كتير على العمل وأمورنا الحياتية وفكرنا. كمان يا برج الجوزاء كن أناني بجد. يعني ايه؟ يعني كن اناني، يعني ان انت تفكر في مصلحتك اكتر. خلينا نبعد عن الناس اللي بيتدخلوا في شؤوننا، اللي بيسألوا كتير، الناس اللي عايزين يعرفوا حياتك ماشية ازاي، بيسيستم حياتك ازاي، الناس الحاقدين عليك، كل ده على فكرة انت عارفهم، انت عارف الناس دي كويس جدا، ابعد عنهم عشان تريح نفوخك، عشان تريح دماغك. بعض الاقارب اللي اتكلمنا عنهم ان هم حزينك، بيتكلموا عليك، قاسيين جدا عليك، في نرفزة، في عصبية، في جو مش حلوة من المقربين ليك او بعض من الاشخاص اللي في عيلتك. الناس دي احنا ليه نوجع دماغنا؟ ما نبعد عنهم. الشخص اللي يجي يتدخل في حياتنا ملكش دعوه. نبدا ان احنا نكون عندنا اسلوبين، الانانيه والبجاحه، ده يا ريت ان احنا نمشي عليهم، هيفيدنا كتير، يعني ده نعتبر مضاد للحاقدين، يعني نستعملهم كمضاد، ده هيساعدنا كتير قوي لتريح دماغنا، ان احنا نفكر لمصلحتنا، ما نخليش حد يبص لنا في حياتنا يحسدنا، يكون كاره لينا الخير. نبعد يعني من الآخر، صغر دائرة معرفتك هتكسب،
هتكسب جدا جدا، لان اللي انت هتبقى قريب منهم واللي هيكونوا جوه الدائره بتاعتك دول الناس اللي هم يكونوا كويسين وبيبقى بيخدموك وتخدمهم، ووقتها مش هنكون انانيين، بالعكس هنبقى بنعطي كتير جدا لان احنا عارفين ان الناس دي بتتمنى لينا الخير. اما غير ذلك يبقى نبعد عنهم ونشتري دماغنا ونوفر وقتنا ونوفر الصداع اللي ممكن نعيش فيه، غير ان احنا هنوفر الحسد اللي ممكن نعيش فيه بسبب اشخاص زي كده. فخلي بالك جدا جدا من الناس، والبعد عنهم مكسب كبير ليك. اشتري دماغك جدا، كن اناني جدا. احنا محتاجين الانانية بصراحة، لان احنا ما عندناش وقت نفكر في الاخرين. شهر يناير استغله استغله، لان كل استغلال وكل حظ وكل ايجابي حاجة ايجابية هتستغلها في شهر يناير هتدعمك كتير للفترة اللي جاية. حاول على قد ما تقدر انك تكون واثق في نفسك وتفائل جدا جدا، وكون متاكد بان انت قادر على فعل المعجزات يا برج الجوزاء. عامه انا اسفه جدا ان انا طولت عليكم، بحبكم جدا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.